نعم. هل تجوز الصلاة بدون أذان؟ الإنسان الذي في البلد يسمع المؤذنين يكفي أذان، لكن اللي في البر لنفرض أن قوما في كشتة نزهة إذا صلوا بدون أذان فالصلاة صحيحة، لكنهم آثمون بعدم الأذان لأن الأذان فرض كفاية، فيجب عليهم أن يؤذنوا، فإن تركوه أثموا، أما الصلاة فإنها صحيحة. نعم.